فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم إنشاء الجمعيات الخيرية التي تدعو إلى التوحيد وإعانة الدعاة عليه وبناء المساجد، علما بأنها تنشأ بتصريح من تلك الدولة؟ ما يخالف إذا كانت تعمل الخير وتنشر، ولو كانت بتصريح من الدولة. الدولة إذا أذنت لك في الخير أعمل الخير، ولو كانت الدولة كافرة، إذا أذنت لك في الخير ويعني أعانتك على فعل الخير من غير ما شرط يضر بدينك لا بأس. نعم.